ورجعنا مع طبخة يوم الجمعة. راح أطبخ قرع بابا جاب وحطت طبخ. طبعا القرع مذاك كتير ومفيد، بيقوي عندك المناعة وبحميك من السرطان، غير انه ضغط الدم وبقاوم السكري. طبعا فيش فيه أعراض جانبية، هو كله مفيد. هي قطعناه الحمد لله، وهي مننقع الرز، الرز طلع قليل فقررت أحط مكرونة. لين عدت أستنى فوت علينا نترخم على أسكار، تخوت عليها كانت نايمة. شوف مش راضي تصحى ولا معبرتني، عبرني مش عبرنا. فقررت اروح العب رياضة. بعدين جيت حطيت ورق غار وشوية هيل، بعدين خلص الدجاج حطيت القرع بالشوربة وجهزت الدجاج عشان اشوحه، والرز هينا حطيناه عشان يخلص، وحطينا بصل على القرع، وهي خلص الرز، وهي الدجاج كمان خلص تشوح، وهينا قلبنا الرز، وهينا حطينا الدجاج بالشوربة. الحمد لله خلصت، وهيني بقطعها. يا الله لو تشمون ريحة بتجنن وتفضلوا صحتنا.